أعمدت معهد الكويت للأبحاث العلمية تودي عاما وضع على بناتها. رحل حضرة صاحب السمو أول مشجع للعلم والعلماء والباحثين، ومن جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة. حضرة صاحب السمو شيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واسكن فسيح جناته، كان يهتم كثيرا بالعلم والعلماء والباحثين، وخاصة في معهد الكويت للأبحاث العلمية. كانت علاقتنا قوية معه في التواصل بتوجيهات سامية في تطوير المعهد والبحث العلمي في دولة الكويت منذ توليه الحكم، وكان اهتمامه بتشكيل لجنة على مستوى عالي، لجنة استشارية بها خبراء، كان من بينهم العالم الراحل أحمد الزويل رحمه الله. وضعت هذه اللجنة رؤية سامية في تطوير المعهد. امتاز عصر سموه بتعزيز المسار التنموي في البلاد، وقد شهد قطاع البحث العلمي بدعم مميز من سموه، حيث أولى مشاريع الطاقة المتجددة اهتماما خاصا، وخاصة مشروع شقاية للطاقة المتجددة. في 2007 استدعى سمو الشيخ الراحل رحمة الله عليه الشيخ صباح معهد الكويت للأبحاث العلمية في 2007، وتم النقاش والاستعراض في إمكانية تبني برامج الطاقة المتجددة. كما نعلم برامج الطاقة المتجددة أوقف العمل فيها في معهد الكويت للأبحاث العلمية في نهاية الثمانينات، وبفضله هو وما ذكرت وبامتياز وبمبادرته دعم معهد الكويت للأبحاث العلمية في البدء في العمل في النظر في هذا المجال. وفعلا وبمباركة منا تم عمل دراسة استراتيجية كاملة في استغلال الطاقة المتجددة، وبعدها بسنة تقريبا 2008-2009 تم عرض عليه مشروع الشقاية للطاقة المتجددة. عبر سموه في العديد من المناسبات عن اهتمامه بدعم العلماء والباحثين وتطوير البنية التحتية، وكان رحمة الله عليه نبراسا وداعما للعلم والعلماء، ودائما يحث أبنائه في المعهد على أن يرتقوا بالعلوم والمعرفة لرفعة الكويت بين الدول المتقدمة. عاش أحمد، تلفزيون دولة الكويت.